تلقى صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة تهاني دول مجلس التعاون والدول العربية من رؤساء وحكومات وشعوب بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخرا، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله، وذلك من خلال السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة الذين أكدوا على ما يحظى به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من مكانة في المحيط الخليجي والعربي وقيمة عالية يقدرها الجميع ويكن لها كل الاحترام لمواقف سموه الداعمة للتعاون الخليجي والعربي. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية عددا من سفراء دول مجلس التعاون والسفراء العرب، يتقدمهم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي، الذين رفعوا خالص التهاني لسموه على نجاح الفحوصات الطبية، سائلين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه لإكمال مسيرة التطور والنهضة في مملكة البحرين. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمشاعر الأخوية الصادقة التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه سموه، وكلف سموه السفراء الخليجيين والعرب بنقل تحيات سموه لقادتهم ورؤساء حكومات دولهم. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن واقع المنطقة العربية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الأقطار العربية تتطلب تضامنا أوسع وتعاونا وتنسيقا عربيا للتخفيف من آثارها، معربا سموه عن الثقة في قادة الدول العربية في استجلاء هذه التحديات والقدرة على مواجهتها، وأن تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتعزيز التعاون والتضامن العربي المنشود. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ترحب بأي توجه عالمي جديد يهدف إلى ترسيخ التعاون والتنسيق وبناء علاقات استراتيجية ثنائية أو دولية تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. من جهته أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة بأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رمز خليجي وعربي، مؤكدا بأن فرحة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخرا لم تقتصر على البحرين بل عمت الدول الخليجية والعربية لمكانة سموه لدى قيادات وشعوب المنطقة.